السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة مع مادة الأحياء. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع الباب الثاني، الجزء الثاني بقى الفصل الأول، وهنبتدي بالكلام عن النظرية الخلوية. كده احنا خلصنا نص المنهج الأولاني. خلينا كده سريعا نتكلم. في الأول خالص قلنا إن مادة الأحياء بتهتم بكل ما يخص الكائن الحي، ومسكنا الكائن الحي واتدرجنا معاه من أول جسم الكائن الحي، وقلنا إن هو بيتكون من أجهزة فأعضاء فأنسجة، وكل نسيج بيتكون من خلايا. وقلنا إن الخلية هي وحدة البناء والوظيفة، والكلام ده أنت عارفه من ابتدائي. النهاردة بقى نبتدي نتكلم على المعلومة دي بصورة موسعة شوية. أفكرك برضو إن الباب الأولاني اتكلم عن المركبات أو الجزيئات البيولوجية الكبيرة، واتكلمنا عن 4 جزيئات اللي هي الكربوهيدرات والبروتين واللبيدات والأحماض النووية. خلي الكلام كله حاضر في دماغك علشان تبتدي تربط الكلام كله ببعضه. والباب الأولاني خلصناه أو ختمناه بالجزء اللي كان خاص بالتفاعلات الكيميائية داخل جسم الكائن الحي. اتكلمنا عن تفاعلات الأيض. وليه قلنا تفاعلات؟ لأن هو تفاعلين، في عندي تفاعلات البناء وتفاعلات الهدم. واتفقنا إن الهدم بمسك الجزيئات الكبيرة وببتدي أكسرها لجزيئات أبسط وبنتج منها طاقة. في البناء باخد الجزيئات الصغيرة باستخدام الطاقة وببتدي أبني بيها أنسجة وأبني بيها جزيئات كبيرة حسب احتياج الجسم. ربط بقى الكلام اللي فات ده كله مع اللي احنا هنبتدي نتكلم عليه في الباب التاني. هما ليهم دعوة ببعض؟ اه ليهم دعوة ببعض. وانت ماشي دايما اسأل نفسك ايه علاقة ده باللي فات؟ هل في علاقة؟ طب ايه هي العلاقة دي؟ بحيث ان المنهج كله يبقى حاضر في دماغك. هتلاقي الدنيا بقت سهلة، وبقت هي كده عبارة عن اللي هو الترم الأول كله بقى مية واحدة كده، حاجة واحدة على بعضيها. ان انت بتفهم كده. هنتكلم في الخلية، طب ايه اللي في الخلية؟ ليه دعوة بالكربوهيدرات؟ ليه دعوة بالبروتين؟ وهكذا. تمام. طيب خلينا نسمي بالله ونبتدي. احنا زي ما اتفقنا الباب التاني الفصل الاول النظرية الخلوية. عندنا كام فصل؟ عندنا 3. اول واحد هنتكلم عن النظرية الخلوية والميكروسكوب. تاني واحد هنبتدي نتكلم عن التركيب الدقيق جوه الخلية. يعني احنا هنا هنتكلم عن اكتشاف الخلية والنظرية، وطبعا ده باستخدام الميكروسكوب. بعد كده هنمسك الخلية ونبص على التركيب اللي جواها، العضيات، النواة، سيتوبلازم، وهكذا. بعد كده هنقول شوية خلايا بتدي أنسجة. طب إيه أنواع الأنسجة اللي عندي؟ الأنسجة في النبات، الأنسجة في الحيوان، طب هو النسيج بسيط ولا مركب؟ وهكذا. يبقى أنا عندي 3 فصول. أول حاجة بتكلم عن اكتشاف الخلية، وطبعا ده مرتبط بالمايكروسكوب وتطوره. تاني حاجة هنمسك الخلية ونبص جواها على التركيب اللي جواها. تالت حاجة هنمسك شوية خلايا اللي هو النسيج ونبتدي نشوف الأنسجة وأنواعها في النبات وفي الحيوان. وتاني خلي الكلام كله حاضر في دماغك، اربط ده الباب التاني بالباب الاولاني. تعالى نتكلم اول حاجة عن نظرية الخلايا. عندي كام حاجة النهاردة عايز اتكلم عنها. عايز اتكلم عن الخلية، عايز اتكلم عن تنوع الخلايا، النظرية الخلوية، والمايكروسكوب وتطوره. ده هيبقى المرة الجاية ان شاء الله مع مسها. طيب يبقى انا النهاردة هشتغل على كام حاجة؟ 3. هنتكلم عن الخلية، تنوع الخلايا، والنظرية الخلوية. تعالى كده نتكلم عن أول بند عندي ألا وهي الخلية. الكلام القديم اللي أنت عارفه إن الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي. تمام؟ وافتكر أول درس خالص لما اتكلمنا على المستويات بتاعة تركيب جسم الكائن الحي. طيب الخلايا عندي ممكن أقسمها لإيه؟ قال أنا ممكن أقسم الخلايا في الكائنات الحية حسب سوري أقسم الكائن الحي حسب عدد الخلايا إلى كائن وحيد الخلية. يعني إيه وحيد الخلية؟ يعني جسمه كله بيتكون من خلية واحدة هي اللي قايمة بالتركيب والوظيفة وكل الوظائف اللي بتعينه على البقاء على قيد الحياة. وفي كائنات زينا بتتكون من خلايا كتير جدا، فبسميها كائنات عديدة الخلايا. يبقى أول حاجة بنتكلم عنها هي الخلية. إيه هي الخلية؟ هي وحدة البناء بس؟ لا، هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي. أي ما يكون مين الكائن الحي أكيد وحدة بنائه هي الخلية. طيب الكائنات الحية دي قسمتها حسب عدد الخلايا إلى إيه؟ وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا؟ طب الأمثلة عندي مثلا الأميبا والبراميسيوم، أخدت الكلام ده في إعدادي وابتدائي. طب عديد الخلايا زي الإنسان والنبات وهكذا. كده احنا خلصنا أول حاجة. طب خليني أسألك، بقول لك هنا ما الفرق بين التركيب والوظيفة؟ لما أمسك كده الخلية وأبص على التركيب وأبص على الوظيفة، إيه الفرق بين التركيب والوظيفة؟ لما تمسك خلية وتيجي تبص على التركيب وتبص على الوظيفة، بتبص على إيه؟ إيه وجه الاختلاف أو الشبه بين كلمة التركيب والوظيفة؟
تمام. طيب زي ما انتوا بتقولوا كده ان العلاقه ما بين التركيب والوظيفه، ان التركيب هو اللي بيتيح للخليه دي انها تقوم بالوظيفه بتاعتها. بمعنى مثلا خلينا اقول ايدك، انت ايدك هي دورها ان انت مثلا الامساك بالاشياء. تخيل لو كانت ايدك جزء واحد ما فيش مثلا اصابع، هل كنت هتقدر تقوم بالوظيفه دي؟ لا. يبقى التركيب هو اللي بيعينك على اداء الوظيفه دي. تمام. يبقى اكيد في علاقه، لان التركيب هو اللي بيعين على اداء الوظيفة. طيب لو جه قال لي خلايا متخصصة، يعني ايه خلايا متخصصة؟ انزيمات، هل الانزيمات دي خلايا؟ السؤال بتاع التركيب والوظيفة ان انا بص مثلا لو انا جيت قلت لك ان انا مثلا، انت مش كاتب اسمك بس انت بتقول مش فاهم السؤال، خليني اقول لك مثلا ايه، وليكن الامعاء الدقيقة، الامعاء الدقيقة مثلا من ضمن الوظائف اللي هتحصل فيها عملية الامتصاص، فهتلاقي ان الجدار الداخلي في الامعاء الدقيقة شكله عامل كده. تمام. طيب شكله عامل كده، والخلايا بتاعته التركيب بتاعها يساعد على عملية الامتصاص بوجود الاوعية الدموية والاوعية اللبنية اللي هتبتدي تمتص المكونات المختلفة من الغذاء. طب الشكل ده هيساعدها على اداء وظيفتها، الشكل اللي هو بتاع الحلمات ده بيساعدها على زيادة مساحة سطح الامتصاص. تمام. لما اجي اتكلم مثلا في الدرس الجاي عن تركيب مثلا النواة، النواة لو انا رسمتها مقفولة كده غلط. ليه؟ لان انت لو تفتكر لما جينا نتكلم في الاحماض النووية قلنا ان الدي ان ايه اللي موجود جوه بيتنسخ منه شريط الار ان ايه اللي هيخرج بره عشان يترجم ويطلع لي البروتين المسؤول عن ظهور الصفة. طب لو انا رسمت النواة بالمنظر ده، هل ده كده صحيح؟ هل التركيب ده مناسب للوظيفة دي ان الـ RNA يخرج عشان يترجم بره؟ لا. يبقى الرسمة الصحيحة ان يكون فيها فتحات بالمنظر ده. وده ممكن اجيبه لك سؤال، ان انا اجيب لك النواة بالمنظر ده واجيب لك النواة بالمنظر ده، او اجيب لك ده واقول لك قول لي ايه الصح وايه الغلط في الصورة. الصح ان الـ DNA جوه، الصح ان الـ RNA بره، طب امال ايه الغلط؟ الغلط في شكل الجدار او اللي هو الجزء الخارجي الغلاف بتاع النواه، ان هو متصل ما فيهوش اي فتحات تساعد على خروج المواد اللي هو مثلا زي الـ RNA من النواه. فاهمين الفكره؟ يبقى هنا التركيب بتاعها بيساعد على اداء وظيفتها. يبقى في علاقه، طبعا في علاقه، ان التركيب هو اللي بيعين على اداء الوظيفه. ايدك زي ما انا كنت لسه بقول لك، مثلا لو فرضنا ان ايدك عامله كده، هل ايدك بالمنظر ده هتساعدك على ان انت تمسك الحاجه؟ اكيد لا. فربنا سبحانه وتعالى يخلق لك ايدك مزوده باللي هي الزوايد، الاصابع دي اللي هتساعدك على الامساك بالاشياء. تخيل لو المفاصل بتاعت جسمك كلها ثابته، هل هتستطيع الحركه؟ لا. يعني انت خدت قبل كده في ابتدائي كمان قال لك ان مثلا الفقرات بتاع العمود الفقري عباره عن فقرات بالمنظر ده، ليه؟ عشان تساعدك على الحركه والانحناء في عديد من الاتجاهات. تخيل لو كان مثلا العمود الفقري عندك عبارة عن عمود كده حتة واحدة، هل كان هيساعدك على أداء الوظائف المختلفة، أو كان هيقوم بوظيفته في إن هو يساعدك في الانحناء والحركة؟ أكيد لا. يبقى الفكرة هنا إن التركيب والوظيفة متكاملين، التركيب هو اللي بيساعدك على أداء الوظيفة دي. تمام. طيب ما معنى إن الخلايا متخصصة؟ يعني الجسم ده بيكون له تركيب محدد يسمح له بالتكيف مع وظيفاته المحددة، وده هنشوفه مع الصور اللي جاية إن شاء الله. يبقى خلية متخصصة يعني هي ليها شكل وتركيب معين يساعدها على أداء وظيفة معينة. تمام. تعالى كده نشوف تنوع الخلايا بقى، نبتدي بقى نتكلم. احنا خلاص التمهيد بتاعنا فهمنا الكلام اللي فات، ان انا عندي اشكال وعندي احجام وعندي وظائف مختلفة، وان الخلايا بتتنوع في اشكالها بلاش نحرق الكلام، خلينا نمشي واحدة واحدة. تنوع الخلايا، هل الخلايا في جسم الانسان متنوعة؟ تهيألي سؤال عبيط قوي. هل الخلايا في جسمنا متنوعة ولا الخلايا في جسمنا هي تبقى نفس الحاجة؟ طيب أكيد متنوع. حلو قوي الرد ده. طيب أكيد متنوع ليه؟ عشان أنا جسمي بيقوم بوظائف مختلفة. أنا مثلا جسمي المفروض بيساعدني على الإحساس، الإحساس بمعنى إن أنا بستقبل المثيرات الحسية من البيئة المحيطة، سواء البيئة الخارجية أو الداخلية، البيئة اللي حواليا بره أو البيئة الداخلية اللي هو جسمي، إن أنا بستقبل المثيرات دي وببتدي أجمع المعلومات دي وبنقلها للجهاز العصبي المركزي عشان يبتدي يترجمها ويفسرها ويطلع استجابة مناسبة. فأنا عايز خلايا تعرف تعمل ده، فعندي خلايا عصبية. عندي مثلا في حتة التكاثر عايز خلايا تقدر تحمل نص عدد
الكروموسومات او الماده الوراثيه، علشان لما يبتدي يحصل تكاثر واخصاب والكلام ده كله، يبتدي يتكون عندي خليه الزايجوت كامله عدد الكروموسومات، فيبقى عندي في خلايا اللي هي الخلايا الجنسيه والخلايا التناسليه والكلام اللي انت خدته، انواع الانقسام المختلفه. عايز خلايا تقدر تنقل الاكسجين من الرئتين للجسم كله، وتقدر تحمل ثاني اكسيد الكربون من جسمي وتخرجه عن طريق الرئتين، توصله للرئتين والرئتين تخرجه، فانا عندي كرات الدم الحمراء. عايز خلايا تساعدني على الحركه، عايز خلايا تقدر ان هي تدفع الدم للجسم كله، يبقى انا محتاج الخلايا العضليه زي عضلات الجسم زي عضلات القلب وهكذا. يبقى انا عندي هل الخلايا متنوعه؟ اه طبعا متنوعه. طب ليه متنوعه؟ لان جسمي بحاجه للقيام بوظائف كتير مختلفه اصلا، وبالتالي زي ما احنا لسه قايلين من شويه، الخلايا بتتنوع وبيتنوع معاها الوظائف اللي هي بتقدر تقدمها لاختلاف تركيبها. يبقى انا بقول لك ليه بتتنوع الخلايا، احنا متهيألي جاوبنا خلاص عن السؤال ده. تعالى كده نبص على مثال. اجي اقول لك مثلا، احنا لسه قايلين الخلايا العصبيه، الخلايا العصبيه من صفاتها انها طويله. طيب دورها ايه الخلايا العصبيه؟ هي بتنقل الاشارات العصبيه. مثلا عندي عصب هينقل الاشارات العصبيه ما بين صباع رجلك لحد الحبل الشوكي وراجع، يبقى هنا احتاج ان الخلايا العصبيه تكون شكلها ايه؟ طويله. هو بس ده الحاجه الوحيده، التكيف الوحيد اللي في الخلايا العصبيه؟ لا، عندها اللي هي التفرعات الشجيريه، عندها النهايات بتعمل اللي هو السنابس، التشابكات العصبيه عشان تنقل الاشارات العصبيه من مكان لاخر، هتلاقي فيها تكيفات كتير. بس حسب المنهج بتاعك والحته الصغيره اللي انت لسه ما تخصصتش قوي، عايزك تعرف ان الخلايا العصبيه مثلا من صفاتها انها طويله. طيب تقوم بتوصيل الاشارات العصبيه لمسافات زي نقل الاشاره من الحبل الشوكي الى اصابع القدم، تمام. طيب في حال ان هي مثلا الخليه كانت قصيره، مش هتوصل المسافه دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندك الخلايا الزوائد اللي عندها اللي هي الشجيريه، وعندي التفرعات النهائيه، تقدر ان هي تعمل تشابك عصبي، والتشابك العصبي ده هيخليها تقدر انها تنقل الاشاره، مثلا هتنقل الاشاره للخلية اللي بعديها وهكذا، تمام. يبقى برضو اللي هو التفرعات الشجيرية اللي عندها والزوائد هتساعدها على القيام بوظيفتها، وهي نقل الإشارة العصبية لمسافات. طب إيه كمان؟ عندي كرات الدم الحمراء، هي اللي بتساعدك على نقل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم ولجميع خلايا الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون راجع. طب خليني أسألك سؤال كده، إحنا اتفقنا في الأول عايزين نربط ما بين الباب الأول والباب التاني، بسرعة كده جاوبني، هل هناك علاقة بين كرات الدم الحمراء والبروتين؟ أنا قايلة وظيفتها إن هي بتنقل الأكسجين وراجع بثاني أكسيد الكربون. طب أنا هنا بسألك، هل في علاقة بين كرات الدم الحمراء والبروتين؟ آه، أنا عرفت إن هو فيها البروتين اللي هو الهيموجلوبين، وهو ده بيرتبط بأنهي عنصر بقى؟ الحديد، بوجود الحديد، ممتاز، مرتبط بعنصر الحديد، وده اللي ليه دور في ان هو يتحد مع او ان هو يربط الاكسجين وثاني اكسيد الكربون عشان تعرف الخلايا دي تنقله من مكان لاخر. جميل جدا، يبقى خلي دماغك حاضره ما بين ده واللي قبله. تعالى اللي بعده، بص على الفيديو اللي قدامك، الشكل ده ايه؟ الصوره دي نسيج عمال ينقبض وينبسط، ينقبض وينبسط. مين في جسمك؟ أنهي خلايا وأنهي نسيج في جسمك عندها القدرة إن هي تنقبض وتنبسط؟ الخلية العضلية. طب إيه اللي بيخليها عندها القدرة على الانقباض والانبساط؟ إن هي بتتكون من ألياف عضلية طويلة. الألياف العضلية دي عارف زي ما تجيب صوابعك كده قصاد بعض وتبتدي تدخل صوابعك تعشقهم كده في بعض وتبعدهم زي الصورة اللي قدامك. يبقى الخلية العصبية التكيف بتاعها إن هي أسطوانية طويلة وألياف، وهي عبارة عن ألياف عضلية. طبعا بقى في حاجات أكتر بكتير هتعرفها إن شاء الله لما تكبر شوية. الميزة اللي عندها قدرة على الانقباض والانبساط، وبالتالي الانقباض والانبساط ده هو اللي بيولد الحركة. أنت لو بتلعب كورة ولا حاجة وعضلتك شدت، تمام، بتعرف تتحرك، شكرا، تلاقي نفسك وقفت. يبقى قدرة العضلة على الانقباض والانبساط هو اللي كان بيديك القدرة على الحركة، تمام؟ طب أسألك معلش سؤال قبل ما نمشي، هو في علاقة ما بين العضلات والكربوهيدرات؟ أخدته في الدرس اللي مثلا بتاع الكربوهيدرات إن هي إن جسمك بيخزن الجلوكوز على هيئة جلايكوجين،
والجلايكوجين ده بيتخزن في الكبد والعضلات. يبقى انا خدت علاقة بين العضلات والكربوهيدرات ان هي بتخزن الجلوكوز في صورة جلايكوجين. طيب مش العضلات دي عمالة تتحرك تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط؟ ايه اللي انت خدته في الجزء بتاع الكربوهيدرات اللي كان بيحصل فيه حرق للجلوكوز عشان يطلع طاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية؟ ايه من العضيات اللي هلاقيه كتير جوه العضلة؟ خلاص اوكي، احنا عرفنا ان هي فيها جلايكوجين. طب انا دلوقتي بسألك، بقولك هي بتتحرك عمالة تنقبض وتنبسط عشان تقوم بوظيفتها، العملية دي محتاجة طاقة. مين العضي اللي انت خدته في الدرس بتاع الكربوهيدرات اللي كان بيتم فيه حرق الجلوكوز عشان اطلع طاقة؟ طيب عشان ما نضيعش وقت، الميتوكوندريا. انت خدت في الدرس بتاع الكربوهيدرات ان الميتوكوندريا هي اللي بيتم فيها حرق الجلوكوز علشان نطلع منه الطاقة اللي بتبتدي تخزنها على هيئة روابط جوه جزيء الاي تي بي اللي هو الادينوسين ترايفوسفيت او ثلاثي الفوسفيت. تمام كده؟ يبقى انا مبدئيا لو ببني على الكلام القديم، انا عارف ان العضلات هلاقي فيها الميتوكوندريا موجودة كتير، والكلام ده هتعرفه كمان في الدرس الجاي ان شاء الله. يبقى انا بقول لماذا تتنوع الخلايا؟ هتتنوع في الشكل والحجم والتركيب. باختصار الإجابة بتاعتي إيه؟ لتناسب وظيفتها. إيه هي وظيفتها؟ أي ما تكون كل خلية هيبقى ليها شكل وحجم وتركيب يناسب الوظيفة اللي هتقوم بيها بغض النظر إيه هي الوظيفة دي. تمام؟ بتقلي كده الإجابة بقت سهلة وواضحة. تعالى اللي بعده. معلومة إثرائية هتلاقيها عندك في كتاب المدرسة، بيقول لك أطول الخلايا في جسمنا هتبقى الخلايا العصبية، ممكن يصل طولها إلى متر أو أكتر، وأكبر الخلايا حجما فهي البيضة بتاع بيضة النعام الغير مخصبة. تمام؟ بيضة النعام الغير مخصبة. طيب تعالى نحل كده أسئلة بسرعة. السؤال الأولاني بيقول لي، بص بقى الأسئلة قايمة على إن أنت فاهم أكتر من إن أنت حافظ، فحاول إن أنت تشغل مخك واقرأ السؤال واقرأ الإجابات واعمل تقييم للإجابات اللي قدامك أنهي إجابة هي الأصح. تمام؟ طيب بيقول لي إيه؟ خلايا الشعيرات الجذرية. شعيرات جذرية يعني أنا عندي النبات جذر، الجذر ده طالع منه شعيرات وده بقية النبات الجزء اللي فوق. تمام؟ طيب بيقول لي الشعيرات الجذرية أمثلة على الخلايا المتخصصة. أقول لنفسي خلايا متخصصة يعني ليها دور معين. خلايا الشعيرات الجذرية، سوري، الشعيرات الجذرية خلايا متخصصة يعني ليها دور معين في النبات. أي العبارات الآتية ليست من وظائف الخلايا اللي هي خلايا الشعيرات الجذرية؟ تمام كده؟ تعالى نقرا. بيقول لي تحتوي على العديد من الميتوكوندريا لتوفير الطاقة اللازمة للنقل النشط للأملاح المعدنية. توفير طاقة ونقل نشط وأملاح معدنية. بص أفكرك سريعا كده، أنت عارف إن النبات بيمتص من الأرض الماء والأملاح علشان خاطر يوصلها لأوراق النبات فيقوم بعملية البناء الضوئي. تمام؟ والكلام ده هتاخده بالتفصيل إن شاء الله السنة الجاية. طب أنا مش عارف هي دي الإجابة ولا لأ، أنا بدور على إيه اللي مش هتعمله الشعيرات الجذرية. طب تعالى نقرأ اللي بعده. تحتوي على كمية كبيرة من الكلوروفيل اللي مسؤول عن حدوث عملية البناء الضوئي بمعدل أسرع. جيم تتصل بالنسيج الوعائي الخشبي لنقل الماء والمعادن عبر النبات. خلي بالك في حاجات هنا هتعرفها الدروس اللي جاية، تتميز هتعرفها أكتر. تتميز بمساحة سطح كبيرة تسمح بامتصاص الماء من التربة. في إجابة واحدة بديهية إنها غلط، أنهي إجابة؟ دلوقتي بيقول لي شعيرات جذرية، جذر تحت الأرض دوره إيه؟ بيثبت النبات ويمتص الماء والأملاح. هل هو له دعوة بالكلوروفيل وبناء الضوئي؟ لأ. يبقى هي دي اللي ليست من وظائف الشعيرات الجذرية، يبقى الإجابة الصح هي الإجابة ب. تمام؟ يبقى بديهي الإجابة الوحيدة اللي 100% إنها غلط إن هو في كلوروفيل بيعمل بناء ضوئي. تمام كده؟ طيب وخلي بالك ممكن يكون في اكسبشن في نباتات ومش عارف. أنا لو هجيب لك سؤال زي ده هجيبه لك على قد تفكيرك في حدود ما أنت عارف، مش هسألك في الماورائيات يعني. تعالى اللي بعده. تتميز الخلايا العضلية بالعديد من التكيفات التي تساعدها على أداء وظيفتها. احنا قلنا ايه على الخلايا العضليه؟ ان هي الياف وان هي ليها قدره على الانقباض والانبساط وان هي بتولد الحركه. تمام. اي اجزاء الخلايا العضليه هينزلق فوق بعضه ليحدث انقباض للالياف. مين اللي هينزلق؟ هل الجلايكوجين؟ هل نشا؟ احنا عندنا نشا.
هل الميتوكوندريا هي الميتوكوندريا بتنزلق؟ هل النواة هي النواة هتنزلق؟ ها، اسأل نفسك كده، مين في دول إجابة المنطقية على السؤال؟ حاول تمنطق الإجابات حتى لو أنت مش عارف المعلومة صراحة. أنهي إجابة اللي ينفع تكون إجابة صحيحة؟ أي أجزاء الخلايا العضلية اللي هتنزلق؟ بالعقل. الجلايكوجين أنا عارف إنها الصورة المخزنة للجلوكوز، هي هتروح تنزلق فين؟ ملهاش دعوة. حبيبات نشا، ما شكرا ما عنديش. ميتوكوندريا دي عضيات داخل الخلية، ملهاش دعوة. النواة هي برضو عضية داخل الخلية، ملهاش دعوة. يبقى مين اللي هينزلق وهيعمل الانقباض والانبساط؟ هيبقى الألياف البروتينية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أي من أجزاء الخلية العضلية يسمح بحدوث تنفس خلوي؟ من الآخر، تنفس يعني إنتاج الطاقة، يعني هتطلع اي تي بي. طب اسال نفسي عشان اطلع اي تي بي يبقى انا هعمل ايه؟ هحرق الجلوكوز. يعني انا موجود فين بقى؟ تاني اي جزء من الخليه العضليه هيسمح بحدوث التنفس الخلوي؟ تنفس يعني انتاج طاقه، طاقه يعني اي تي بي، اي تي بي يعني هحرق جلوكوز. يبقى انا موجود فين؟ في حبيبات النشا، في النواه، في الجلايكوجين، في الالياف البروتينيه، في الميتوكوندريا. انهي في دول هتبقى صح؟ بصوا بقى، ما دام بتكلم عن انتاج طاقه وبتكلم عن عمليات زي ما منا قالت من شويه الهدم، بحرق جلوكوز، يبقى انا اكيد موجود في الميتوكوندريا. تمام، يبقى الاجابه عندي هتبقى هي. تعالى اللي بعده، في الخليه العضليه يخزن الجلوكوز عند عدم الحاجه اليه في عمليه التنفس. اي مركب يخزن الجلوكوز في صورته؟ هخزن الجلوكوز، خلاص بقى دي احنا قلناها، بس فرق بقى، في ناس ممكن تروح تتسرع وتختار الجلوكاجون، هل الكلام ده صح؟ طبعا لا، انا عندي هنا الجلوكوز هيتخزن على هيئه الجلايكوجين. تمام، السؤال اللي بعده، اذا علمت ان خلايا الحيوانات المنويه خلايا متحركه، الحيوان المنوي هو اللي بيتحرك، فبيقول لك تحتوي الخلايا بتاعه الحيوان المنوي على العديد من الميتوكوندريا لتوفير الطاقه اللازمه للحركه. خلايا وبتتحرك، الديل ده هيفضل متحرك عشان الخلايا بتاعه الحيوان المنوي تقدر ان هي تقوم بعمليه الحركه، يعني محتاج طاقه، وما دام محتاج طاقة يبقى كده عنده ميتوكوندريا. يبقى هل العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ حيوان منوي خلايا بتتحرك، محتاج طاقة، فعنده ميتوكوندريا، يبقى العبارة دي صح. تعالى اللي بعده، أي من الآتي يفسر سبب احتواء خلايا الحيوان المنوي على الميتوكوندريا؟ خلاص احنا لسه قايلينها من شوية، محتاج الميتوكوندريا علشان عايز طاقة، وعايز طاقة علشان الحركة. فهنا بيقول عنده ميتوكوندريا علشان ينتج جلوكوز؟ لا، هو ما بينتجش جلوكوز، هو هيحرق جلوكوز عشان يطلع طاقة. طيب عنده ميتوكوندريا عشان ينقل المادة الوراثية؟ مش الميتوكوندريا اللي ليها دعوة بالمادة الوراثية، ميتوكوندريا يعني بحرق، بطلع طاقة، بتحرك. تحتوي خلايا الحيوانات المنوية على ميتوكوندريا لتكسير غلاف البويضة؟ طب استنى، أنا شاكك في دي، تعال نبص على اللي بعدها، انا لسه ما عنديش المعلومه، انت ما درستش تركيب حيوان منوي، ما درستش ازاي بيكسر البويضه او الغلاف بتاع البويضه، لسه ما تعرفش. تعال نبص على بعدها، تحتوي خلايا الحيوان المنوي على ميتوكوندريا لتزويدها بالطاقه اللازمه للحركه. يبقى خلاص، يعني من غير سكند ثوتس، مش هفكر تاني، انا عارف ان هي دي الاجابه اللي انا بدور عليها. بديهيا ميتوكوندريا يعني طاقه، طاقه هتحرك. شكرا، تعال اللي بعده، ما الخلايا المتخصصه التي تحمل نبضات كهربية للسماح بحدوث استجابات سريعة في الجسم؟ استجابة، استجابة يعني إحساس، استجابة يعني إيه؟ إحساس. مين بقى اللي هيساعدك على موضوع الإحساس؟ هل خلايا طلائية؟ مش عارف. هل خلايا منوية؟ أكيد لا. غدد صماء؟ خلايا عصبية، يبقى أكيد هي دي الإجابة الإيه؟ الصح. الهدف من الأسئلة دي إنك كنت عايزاك تعرف إن من غير ما تكون واخد المعلومة بصورة ان انا اديتك المعلومه كده سيك زي ما هي، انت تقدر تفكر فيها وتقدر ان انت تستنتج الاجابه الصح. تمام، طيب تعالى نمسك الجزء الثاني، هنتكلم عن النظريه الخلويه. باختصار عندنا 5 علماء هم اللي اسهموا في النظريه الخلويه اللي احنا اصلا الدرس بيتكلم عنها، هنقسمهم 2 2 1. بص بقى، 2 2 1 دي بس عشان خاطر بالسمع كده تبقى انت ايه، اساميهم سهله عليك. طب ما انا بخش الامتحان اوبن بوك واقدر افتح الكتاب واطلع الاسامي، مش كل سؤال هيجي قدامك هتقعد تفتح الكتاب وتدور عليه، في حاجات كده تبقى المفروض بالنسبه لك سهله وبديهيه. طيب عندي مين؟ عندي روبرت هوك، ليفن هوك. طب والاثنين التانيين؟ شلايدن،
شوان، آخر واحد اللي لوحده ده فيرشو. يبقى أنا لما أجي أمسك النظرية الخلوية عندي كام عالم هتكلم عنهم؟ 5، 2 2 1، روبرت هوك، ليفن هوك، روبرت هوك، ليفن هوك. طب والاتنين التانيين؟ شلايدن شوان، شلايدن شوان. مين آخر واحد؟ فيرشو. تعالى كده نقول اكتشاف الخلية وإن إحنا يبقى عندنا معلومات كتيرة عنها مرتبط باكتشاف الميكروسكوب، لأن الخلية هي حاجة لا ترى بالعين المجردة، صغيرة جدا، فطبيعي إن أنا هشوفها لما اخترع ميكروسكوب، وأشوفها أكتر لما طور الميكروسكوب. وكل ما قدرة الميكروسكوب على التكبير تزيد، وكل ما يقدر يديني صور أوضح، كل ما أعرف أكتر عن الخلية اللي أنا بكتشفها. طيب، فأكيد الحدوتة بتاعتك هتبتدي مع روبرت هوك، إن هو عمل إيه؟ إن هو عمل الميكروسكوب اللي قدامك ده، عمل ميكروسكوب ب3 عدسات كده، وجاب حتة فلين، اللي هو الفلين اللي بيبقى زي سدادات الأزايز كده، وخد حتة منها ودرسها. كل اللي شافه، شاف كده حجرات صغيرة، أوض صغيرة، إخروم، فتحات، سماها إيه؟ سماها الخلية. يبقى هو اللي اخترع الميكروسكوب البسيط، فحص بيه نسيج الفلين، واكتشف إنه مكون من فجوات، فسماها الخلية. يبقى أول حد عندي إحنا قلنا إيه؟ روبرت هوك، ليفن هوك. طيب، يبقى روبرت هوك الحدوتة ابتدت إن هو إيه؟ اخترع ميكروسكوب بسيط، فحص بيه نسيج الفلين، اكتشف إن النسيج ده عبارة عن فجوات كده، سماها إيه؟ الخلية. إحنا قلنا إن روبرت هوك كان حاطط 3 عدسات وكان عامل كل التفاصيل اللي أنت شايفها دي. ليفن هوك عمل عدسة قوية عندها القدرة إنها تكبر الحاجة 200 ضعف. يعني بتكبر الجسم اللي قدامها 200 مرة. فاستخدم الميكروسكوب بتاعه ده في ان هو يدرس ويفحص الحاجات البسيطة اللي هي الكائنات البسيطة الأولية اللي موجودة مثلا في المية، اللي موجودة في البرك، اللي موجودة في الدم، وهكذا. فاكتشف أو فحص الأوليات وسماها الحيوانات الدقيقة، وعشان كده بيقولوا عليه ان هو مؤسس علم الأحياء الدقيقة، لأن هو اللي قدر ان هو يشوفها. تمام؟ يبقى انا باختصار اقدر اقول ان ليفن هوك هو ده الميكروسكوب. الصوره اللي قدامك هي بتوضح الميكروسكوب اللي هو كان عنده، عدسه واحده، وقلنا بتكبر الكام؟ بتكبر 200 مره. فبقول ان ليفن هوك صنع مجهر بسيط عنده قدره على تكبير الاشياء لحد 200 مره، وفحص بيه مياه البرك والدم وحاجات تانية، وسميناه مؤسس علم الاحياء الدقيقه. ادي اول 2، واحد عمل ميكروسكوب بسيط شاف بيه الفلين ولقى فجوات سماها خلية، هو اللي طلع مصطلح الخلية. وليفن هوك عمل واحد ميكروسكوب أقوى شوية بيكبر 200 مرة وابتدى يفحص بيه الكائنات الدقيقة. تعالى اللي بعد كده، الاتنين اللي معانا هنسميهم ايه؟ مؤسسي نظرية الخلية. مين هم؟ شلايدن شوان. بص بقى، هنلعب برضو كده لعبة، نقول ايه؟ شلايدن شوان نبات حيوان، شلايدن شوان نبات حيوان. تعالى نفسر التعويذة دي. شلايدن كان عالم نبات، ومن خلال دراسته اكتشف ان جميع او توصل الى ان جميع النباتات بتتكون من خلايا. طيب، شوان كان صاحبه، عرف منه الابحاث بتاعته وان هو شغال على كذا كذا، وان هو وصل ان النباتات بتتكون من خلايا. هو كان شغال، هو عالم فيسيولوجي، فوصل الى ان كمان الحيوان بيتكون من خلايا، فطلع باستنتاج ان جميع الكائنات تتكون من خلايا. طيب، شلايدن شوان نبات حيوان، ده اتكلم عن خلايا نباتية، وده اتكلم عن الخلايا الحيوانية. جه فيرشو بقى عمل ايه؟ كان في نظرية زمان بتاعت اللي هو ان كانوا بيؤمنوا ان ممكن كائن حي يتخلق كده من حاجات او مركبات غير حية. يعني كان مثلا قطعة لحم اتثابت في الهواء، ابتدت تطلع اللي هي الدود الصغير ده، فيقولوا ان ده اتكون كده من الهواء، مش ان مثلا في دبانه جت وقفت وحطت البويضات بتاعتها لا لا لا، البيض بتاعها او كده لا. هم كانوا مؤمنين ان ممكن يكون في تخليق ذاتي، هو كده منه لنفسه، الظروف كانت مناسبه فراح طلع كده كائن حي، دوده بقى ولا اي حاجه. ففيرشو جه قال لك لا، الكائنات الحيه او الخلايا دي لازم تيجي من كائن حي قبله، وقال ان الخليه هي وحده البناء والوظيفه في الكائن الحي. فيبقى فيرشو قال ان الخليه هي وحده البناء والوظيفه في الكائن الحي سواء نبات او حيوان، وان الخلايا الجديده دي لازم تكون جت من خلايا سابقه. يعني اللحمه اللي لقيته فيها الدود ده، الدود ده اكيد في كائن حي جه هنا وقف وساب خليه هي اللي طلع منها الدود ده، ما طلعش كده عشوائي او طلع كده ذاتيا زي ما كانوا معتقدين زمان. فالمهم، خلاصه الابحاث بتوع الخمس علماء دول طلع عندي
طبعا ده خط اللي هو التايم لاين بتاع الاحداث، صناعه الميكروسكوب، روبرت هوك، ليفن هوك، شلايدن، شوان، وبعدين فيرشو. فطلعنا بالايه، النظريه الخلويه. المبادئ عندي هما ثلاثه. اول حاجه، وهتلاقي الكلام بديهي جدا، وصلنا لان واحد، اي كائن حي هيتكون من خليه او اكتر. فاكر اول سلايد لما قلنا في كائنات وحيده الخليه وفي كائنات عديده الخلايا؟ ادي اول مبدأ، جميع الكائنات لازم هتتكون من خليه او اكتر. ليه؟ ليه بقى؟ ده المبدأ التاني، عشان الخليه هي وحده البناء والوظيفه في الكائن الحي. تلاتة بقى، وهي دي اللي تهمني عشان دي الجديده الحلوه، ان اي خليه لازم ولا بد تيجي من خليه قبلها. يبقى لو انا جبت لك اي سؤال وقلت لك ان في كائن حي ظهر، اعرف ان لازم يكون كان في خليه من نفس النوع كانت موجوده هنا قبل كده. يبقى مبادئ النظريه الخلويه بديهيه، اي كائن حي هيتكون من خليه او اكتر. ليه؟ ليه لازم يتكون من خليه او اكتر؟ اصل الخليه هي وحده البناء والوظيفه. طيب ايه الجديد معايا بقى؟ اللي دحض النظريه اللي كانت موجوده ساعتها، ان جميع الخلايا تنشا من خلايا موجوده من قبل. طيب ينفع نحل سؤالين كده في الدقيقتين اللي فاضلين؟ اول حاجه بيقول لي اي من الاتي ليس حدثا رئيسيا في تاريخ تطور النظريه الخليه، نظريه الخليه او النظريه الخلويه. هل فحص هوك لشريحه الفلين، ولا هل استنتاج شلايدن ان النبات بيتكون من خلايا، ولا ان ليفن هوك بص على الطحالب والطلائعيات تحت المجهر، ولا ان شوان لقى البكتيريا والفيروسات كمان وحيده الخليه، ولا ان فيرشو قال ان الخلايا لازم تنشا من خلايا موجوده سابقا؟ مين في دول مش هحطها او ما بتخدمش الثلاث مبادئ اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه؟ مش من القصه اللي احنا حكيناها مع الخمس علماء. هتبقى الاجابه عندك دال. خلي بالك انت بتنقي اكتر اجابه انت شايف ان هي صح. تعالى بعد كده، اي من الاتي يمثل تسلسل الاحداث الصحيح لتطور نظريه الخليه او النظريه الخلويه؟ فبيقول لي في ألف، صنع واستخدام المجهر، صنع واستخدام المجهر اللي هو البسيط. هنا بيقول اكتشاف ان النبات تتكون من خلايا، فكده مبدئيا هستبعد جيم. طب تعالى نكمل، بعد ما عملنا مجهر بسيط اكتشفنا ان جميع الكائنات بتتكون من خلايا مرة واحدة كده، عملنا ميكروسكوب بسيط فاكتشفنا ان هم خلايا. طيب لما عملنا المجهر البسيط بعديها اكتشفنا ان النباتات بتتكون من خلايا، ولا بعد ما عملنا المجهر البسيط عرفنا ان الخلية بتيجي من خلية سابقة؟ لا، دي اخر خطوة. طب وهنا جميع الكائنات تتكون من خلية، برضو دي الخطوة اللي قبل الاخيرة بعد ما شلايدن وشوان خلصوا. يبقى مين اللي تنفع اجابة عندي؟ ب. طب تعالى نكمل كده عشان نتأكد انها صح. صنع المجهر البسيط واحد، اكتشاف ان النبات بيتكون من خلية، تمام. ثلاثة، اكتشفوا الحيوانات برضو بتتكون من خلايا حيوانية، فيبقى جميع الكائنات بتتكون من خلايا، تمام. إدراك أن الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا موجودة سابقا، تمام. يبقى فعلا هي دي الإجابة الصح بتاعتي. خلي بالك مش معنى إن أنت اخترت الإجابة إن أنت توقف على كده، لازم تتأكد للآخر إن إجابتك صح. طيب كيف ساهم روبرت هوك في تطوير نظرية الخلية أو النظرية الخلوية؟ طيب إحنا قلنا إيه؟ روبرت هوك ده أول عالم. طيب روبرت هوك عمل إيه؟ هل درس الأنسجة النباتية؟ لأ. هل أشار إلى الخلايا الجديدة في الكائن الحي تنشأ من خلايا سابقة؟ لا. هو اللي عمل مجهر عدسته بتكبر 200 مرة؟ لا. أثبت إن كل الكائنات بتتكون من خلايا؟ جميع الكائنات؟ لا. استخدم المجهر لفحص قطعة من الفلين؟ وجد أنها تتكون من حجرات صغيرة سماها الخلايا؟ يبقى هي دي الإجابة بتاعتي، تمام؟ طيب كيف ساهم ليفن هوك؟ ليفن هوك هو اللي عمل الميكروسكوب اللي كان بيكبر 200 مرة وقدر يشوف بيه الكائنات الدقيقة. شلايدن، افتكر قلنا شلايدن شوان، شلايدن نبات، يبقى شلايدن هو اللي درس الأنسجة النباتية وقال إنها بتتكون من خلايا. كل الأسئلة دي هسيب لك اللينك بتاعها دلوقتي، وهو اللينك انتراكتيف، يعني انت هتحله وهو يقول لك ايه الإجابة الصح والإجابة الغلط. مين العالمان اللي ساهموا في تطوير النظرية الخلية؟ طبعا هو قلنا ايش، شلايدن وشوان اللي اشتغلوا على العلم النبات والحيوان، او اللي هو الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. اي من الاتي يعرف نظرية الخلية؟ هل هي اللي بتتكلم عن انقسام الخلية؟ لا.
هل قالت ان كل الخلايا متطابقة؟ لا. هل قالت ان جميع الحيوانات بتتكون من مجموعة خلايا متخصصة؟ ولا قالت ان الخلايا هي الوحدة الأساسية للحياة؟ يبقى انا هختار الإجابة د. طيب اللينكين اللي قدامنا دول تقدروا تعملوا سكان سواء للكيو ار كود او تنقلوا لينكات هحطها لكم في الشات دلوقتي. كده احنا خلصنا الحصة بتاعتنا النهاردة، اتمنى تكون الدنيا سهلة معاكم، ولو في اي سؤال سيبوه في الشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.